ناخذ اتصال من عبد الله من ستير. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ارتداد. الله يحفظك. نعم. تفضل. السؤال الأول، ما حكم من يصلي أو يدعو وهو مغمض عينيه؟ نعم لا بأس، يغمض العينين إذا احتاج إلى هذا، بأن كان أمامه ما يشغله من أجل أن يكون أحضر لقلبه عن الشواغل، لا بأس عند الحاجة. نعم. وإذا كان ما عنده شيء يشغل يا شيخ؟ يكره تغميض العينين في الصلاة والدعاء من غير حاجة. نعم.